تكون صبرية بطلة الرواية. لقد هزمت شر هزيمة حين انتصرت على نفسي. استطعت أخيرا أن أقضي على الثورة الجامحة التي كانت تغلي في أعماقي دائما أبدا كما يغلي الماء في المرجل. لقد أطفأتها بالكبت الطويل، بترويض النفس على الصبر والرضا بالواقع مهما كان مرا. تعرفي يا ام راغب، الظاهر قعدتنا بيا البيت رح تطول. طيب اذا انا ما دافعت عن ابني، عن مين بدي دافع؟ قلت لك الف مره ما بدي اسمع اسمك. يعني هلا نسكت ونترك شاب طويل عريض عطال بطال داير بالحارات والشوارع طول النهار؟ وين كنت يا كلب؟ انا كافحت بمجال تاني سيدي. انعى سوحنا بمعيتها. سوحنا ابوه. يا سلام على الكلام يلي عم ينقد جد. يعني اذا تقدم ما عندك مانع؟ هاي بلدنا يا ابو مأمون، هاي ارضنا عرضنا. بده ياني اقعد البيت هون مثل النسوان. كلهم فلاحين وأجرة، ناس ما إلى ذنب، لمون مضيع والبساتين ولاد الكلب. شب مثلك مركز وعلم وابن عيلة، ليش ما تجوزت لهلا؟ احنا جماعة فارس الصبرية. بتزعل صحيح لما هالشي بيحصل. يعني انت شايفني بسيطة هالقد ما بقدر ميز بين المنيح والعاطل؟ الله يقويكن ويحميكن، هيك بدنا اياكن رجال دائما. اللي اهم منهم يا صبرية الفقر والفلاحين، هذول اللي فيهم القلب نظيف من غير لا تعقيد ولا فلسفة. بكفي انهم يحسوا انهم بلدهم بخطر، بتلاقيهم مثل شلال المي ما حدا بيقدر يوقفه. تفضلي صفية تفضلي. ليش مستحية؟ عرفك اختي صبرية. مرحبا صفية. هي الحقيقة كان اسمها صوفي بس مشاننا صارت صفية. ايه انا مشان خاطركم بعمل كل شيء. قدير ابو عبدو. زيك اخي ابو راغب. هدول اللي فيهم نصيب مؤقتي خليهم معك. خذ اخي ابو راغب. نبي انا سابقكم على دكانتي. وقف انا ماشي معك. يا الله يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله معكم. بالي معك. أيوة. بالي 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 يا ابو الجبيل. أيوة. علي 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 بالي معك. بالي 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 يا ابو الجبيل. أيوة. علي 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 وحياة سواك عينك يا حبيبي غيرك ما يحلالي. ايه والله وغيرك ما يحلالي. ايه والله وبالي معك. بالي 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 يا ابو الجبيل. ايوه علي 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 بالي معك. ايوه بالي 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 يا ابو الجبيل. ايوه علي 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 علي. عمي عمرك ما حبيتي؟
بس يا بنت شو هالحكي هاد؟ لا شو فيها؟ الحب مو عيب. على أيامنا كان عيب كبير. إيه بس أيامنا غير أيامكم. شو بتقصدي؟ والله ما قصدي شي. احكي سلمى، لا تخبي عن عمتك شي، احكي. ابدا، بس في واحد زميلي بالكليه معجب فيه وبده يتقدم لي، بس مستني ليخلص. وانتي عاجبك؟ ما بيتعيب. طيب شو رايك روح هلا احكي لابوكي؟ بعرفك عمرك ما بتعمليها. شو عرفك؟ لاني متاكده انك لما كنتي قدي انتي كمان حبيتي. عمي شبك؟ ما في شي، خلينا نروح هلا تأخرنا. شوف يا بي، هاي أنا وهي أمي وهي أنت، ما شاء الله على هالشوارب. وهي سامي وعادي. لا تذكريني، شبابهم راح هدر. بالعكس يا بي، ثورتهم هي اللي زرعت الأمل جواتنا، هي النبتة اللي قاعدين هلأ عم نجني ثمرها، هي اللي رح تطعمينا الشهد، هي الحصاد. قوينا أرضنا بدم أولادنا. ما قلت لك مشان هيك رح نحصد منا الخير. عمتي جدة. لك شلك يا سلمى، بتضلي مسروعة وملهوجة. لك لو كنت بعرف أرقص لرقصت كمان. ليش؟ شو في؟ الفرنساوية رحلوا واليوم صار عيد الجلاء، خلاص بلادنا صارت حرة. تخيل كرمك يا رب. معقول؟ وإن ما صدقتي افتح الراديو واسمعي بإذنك. ألف مبروك يا حبيبي، ألف ألف مبروك. اليوم عيدك، ليام تمنيناه. لو كنت عايش كنا حطينا إيدينا بإيدين بعض ورقصنا بين الناس. ألف رحمة عليك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. اليوم تكرمت بالمصروف شوي، عيد ولازم نحتفل فيه. شو يا بي؟ شايفتك تمت على بكير، ما بدك تتعشى؟ جبت لك كرز، بعرف انك بتحبه. Happy?
بعدك يا أبي، لوين رحت وتركتني؟ كيف بدي أعيش من دونك؟ يا ريتك ضليت عايش وضليتني أخدمك عمري كله. يا حبيبي يا أبي، بحلف إنه ارتاحت لما مات أبوها. يو حرام عليكي، مو حاجتها خدمته من فوق العشر سنين، قضيت شبابها مثل المحابيس، كأنه محكوم عليها بالأشغال الشاقة. يلا الله يرحمه، ارتاح وريحها. وشو حصير فيها بعده؟ هي حصرتي على البنت اللي ما تجوزت، رح تعيش على رقبة إخواتها ونسوانه. خليها تطلع لحالها. عمتك عنيدة، راسها والف سيف إلا تروح تزوره ببروه. يي بقى، هلا بنضل شايلين همها كل العمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. وعليكم السلام. شو وين صبرية؟ راحت تزور قبر أبوها. هي أحسن، نعود نحكي على راحتنا. شو رأيك أخي؟ بيش؟ بس يخلص 40 أبوك، نبيع البيت وأنا راح شوف الدلالة إلى أقولنا شر له. لازم تبيعه بأسرع ما يمكن، أسعار الأراضي هلأ بالسما، ولازم ننتهز الفرصة. طيب وصبرية يا جماعة وين حتعود؟ والله لو كان عندي أوضة زيادة كنت بسكنها عندي. يكون بعلمكم من أولتها، أنا ما بسكن مع حدا. إذا صبرية ما سكنت مع أخوها الكبير، مع مين بدها تسكن؟ يعني بالشارع يا صوفي خانو؟ وبعدين أنت ما أجاكي ولاد وبيتك خزيت العين، سواح نواح. والله يا جماعة يعني ما في بيتنا مطرح لتخت زيادة. عمل حسابك، لو أختك خطت البيت أنا بطلع منه بنفس الدقيقة. شو هالحكي يا صوفي؟ انت اكتر واحد عرفان طبعي، انا عصبية وموسوسة وما بتحمل حدا، وخصوصا واحدة عانس ومعقدة مثل اختك. يا طولي بالك يا حرمة شبكي، عم تبكي قبل البلاء؟ خلاص نستأجر لها غرفة صغيرة لوحدة ونسكنها فيها. يا عيني عليك وعلى اقتراحاتك، نستأجر لها بيت؟ الا انت ولا اخوك معكن الوتكة. اي أيوة والله نحن موظفين وما في إلنا غير معاشاتنا. هي قلتها بعظمة لسانك. أنا من رأيي ندور لها على شيء أوضة صغيرة نستأجر لها عند حدا من الجيران. معقولة والله؟ لك حرام والله حرام. شو بك يا بنت؟ شو صار لك؟ لا تتخربقي بشي ما بيعنيكي ولي. قومي تحركي على المطبخ، ساوي لي فنجان قهوة، راسي واجعني. تحركي شي. Thank you.
تزعلي يا عمتي، أنا بسكن معك مطرح ما حتروحي. أنت قلبك طيب كتير يا سلمى، منين جبتي كل هالطيبة؟ منك أنت. خلص ما زال هيك، لا تزعلي علي. بس هدول بدهم. ولا يهمك، خليهم يحكوا على كيفهم، أنا ما بيهمني حدا. واللي قالوه ما كان مفاجأة بالنسبة لي، بالعكس كنت توقعته ومستنيته من زمان. وشو حتعملي؟ ما رح يقدروا طلعوني من هالبيت إلا على ظهري. طب كيف؟ رح أنتقم منهم، رح أخليهم سيرة بين الناس، سيرة يحكوها الصغار قبل الكبار. بس اصبري وخلي 40 جدك يمر على خير. بدنا نفضل حياتنا بقى ونخلص من هالمشاكل. إيه مو معقول نضيع وقتنا كله على صبرية. ما خلص يا جماعة، الموضوع انتهى وبتينا بأمره. شو هذا الموضوع اللي خلص؟ صبرية إمتى رجعتي؟ شوي. موضوع 40 أبوكي، كنا عم نفكر شو بدنا نعمل فيه. 40 شو يا جماعة؟ هالمسائل هي ما عاد حدا عملها، وبعدين ليش المصاريف بلا طعمة؟ ليش معكم مصاري تكبوها من الشبابيك؟ بكفي أول يوم عزا، هيك الحلال. ليه عم تضحكي؟ الحلال والحرام. نعم، شو شايفتيني كافرة ما بعرف الحلال من الحرام؟ يعني هذا الموضوع كبير كتير، تركينا منه هلأ، أحسن لنا نحكي بالأصول والعادات. هلا شو بدنا بالعادات والأصول؟ يعني كل شي بيساووه الناس وبيمشوا عليه بيكون هو يلي صح؟ القضية مو قضية بخل يا صبرية خانم، الواحد لما بيبقى معه بيتشبرق على كيفه. الموت ما في شبرقة يا أكرام، بعدين عم تحكي عن الناس؟ مو أنت اللي بيهمك رأي الناس وشو بيقولوا؟ هلا إجت على موتة أبي؟ لأنه الأربعين يا صبرية يعني صار مكلف، مكلف كتير. المصاري صارت أهم من الأصول عندكم؟ شو بدنا نعمل؟ ضرورة إلى أحكام. ليش عم تأسف لمحمود؟ المسألة ما بدها، نحن أولاده ونحن اللي منقرر شو لازم يصير. أيوة بكرة بتجيب لك شيخ ولا شيخين يقروا له كام صورة على روحه والسلام. حلوة والله، صرنا بدنا ناخذ رأي النسوان على آخر الزمان. طبعا لا، وهيك الأصول. السلام عليكم. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل
شيء قدير. سبحان الله جلاله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم الفاتحة غفر الله لمن دعا وقال آمين. الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل يا مولاي صلي دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي الطاهر الدسمي وعلى
خذوا العشاء يا شباب. يلا يلا. ما شاء الله ما شاء الله، انت واقفه متخبيه هون وانا عم دور عليكي. نحن الكبار منقدم القهوه للضيوف والصبيه الحلوه قاعده مستريحه. انزلي استاولي صحون الحلو من ابو العز. يلا بسرعه. الحمد لله مات بحياه اولاده، من خلف ما مات. ان شاء الله اخر الاحزان، ما ناكل عنكم الا بالافراح. هي حال الدنيا يا صبريه، ديري بالك على حالك. الحزن ما منه فايدة، ما بيجيب إلا المرض. الأمر إلك ولأخواتك. الحمد لله اللي مات بعزه. مو أنا أخوك الكبير؟ مو أنا البكري؟ ده سؤال يعني؟ شلون لك أنا بنعمل 40 أبوك من غير ما أدرى؟ معقول انعزم مثلي مثل الناس الغربة؟ كيف تساوي هيك حفلة كبيرة أنت وأختك من غير ما تاخذوا رأيي؟ يعني هو معك حق، بس القصة. بس شو؟ بس شو؟ بس أنا ما عتبي على حدا، عتبي عليك أنت يا مثقف يا فهمان يلي معك الحقوق تعمل لي هيك عملة. أنا واعد بين الناس حسيت إنه الأرض حتنشق وتبلعني عالشي اللي عم شوفه قدام عيوني، شغلات منسية من أيام أنستي، عال شو؟ عالطبل والزمر وميلوية والشيوخ ما بعرف شو. محمود في شغلات بتصير وشغلات ما بتصير. هلا يا راغب ممكن تهدى شوي؟ على شو بدي اهدى؟ على شو بدي اهدى؟ لك ما بتعرفوا حالكم انتوا اولاد مين؟ لك مين مفتكرين حالكم؟ اه بيت عزة باشا العابد، بيت اسعد باشا العظم. ابوك بتعرف الناس قصته كلها، ابوك ما تنفلس ومفلوج وما في بجيبته مكليك واحد. افتكر حالك انت واختك اذا عملتوا له حفله راح ترجعوا زلمة؟ لا يا راغب لا لا، ما بصير تحكي عن أبوك بهالطريقة هاي. حاجبة حاجبة، مساخرنا وصلت لسابع بيت. وينك أخي؟ عن نفسي أنا ما عندي استعداد أدفع ولا متليك واحد. استفل منك لأختك يا أصحاب الآراء الكنفوشارية. حكيت؟ فشيت خلقك؟ استغفر الله العلي العظيم يا رب. لك أخي أنا كمان ما عندي خبر. الله وكيلك انعزمت مثلي مثلك كأني كمان واحد غريب. بالأساس أنا كنت أفكر إنه أنت اللي عملت كل هالعمايل هي. إيه سيدي استغربت وصرت حاكي حالي شروي غروي وأخذت على خاطري منك. يعني ما عندك خبر بالموضوع؟ لا. بين المستور. ما في غيرها. منو هي؟ صبرية؟ طبعا صبرية. لأنه ما حدا بيجن هيك جنون غير صبرية. لك معقول؟ لك صار على شي هاي البنت؟ رغي والله حكيك صحيح. يا انا اليوم العصر اجتني ورقه منها مع بعتتها مع هاد الجير السماء. ورقه شو؟ لك ما بعرف، ورقه صغيره هيك قال عازمتني فيها لهون ونقرا شويه قران ويعني كل واحد يرجع لبيته. انا وصلتني نفس الورقه. الله يلعن الشيطان، انا كنت نسيان انه اليوم 40 ابي لولا ما ذكرتني بالورقه. بس يعني كنت أفكر إنه هيك يعني نيجي نقعد ونشوف بعض على بعضنا ونقرأ قرآن كل واحد يروح بحال سبيله. ما كنت أفكر إنه القصة هيك. لك الشيء اللي راح يطير لي عقلي، ولك شلون قدرت تساوي هيك حفلة لوحدها؟ البركة بأبو العز، بس هذا المجنون شلون بيعمل هيك بدون ما يشاورنا؟ نسيان يا أستاذ يا أفندي إنه المصاري بتفل الحديد، وأكيد حضرته هابر له هبرة ماكنة من وراء الحفلة. يا على عيني، بس مين يعني صبرية اللي دفعت؟ من وين؟ قلبي اللي من وين؟ حضرتك ما بتعرف شي، لك أنا اللي بعرف.
أختك طول عمرها بتصمد وبتدكن، أنا بعرف. وأبوك وأمك الله يرحمه دائما كانوا مدللينها. حاجتك راغب، حاجتك حرام عليك. إن بعض الظن إثم. لكن منين جابت لك المصاري؟ طلع على خاتم سليمان؟ وأنا هذا اللي محيرني، لأنه أبوك الله يرحمه ما تنفلس، وأمك صرفت كل ذهباتها على إدويتها. راغب لحظة، هاي البنت تدينت. تدينت أكيد تدينت. ولك مين راح يدينها؟ لك بعدين لنفرض أنه تدينت، ولك كل شي بيطلع لنا من الورثة إيه ما بيشدوا ربع التكاليف اللي دفعتهم بها الحفلة. لك هاي مجنونة، لك أكيد صار بعالها شي، ولك قسما بالله لنسيها اليوم اللي ولدت فيه. فينك عمتي؟ عم دور عليكي. أهلين روحي. تعرفي أول مرة بشوف الميلوية، شفتي ما أحلاهن؟ حلوين. أخدتي بالك من الدرويش الصغير أبو خسر نحيل شلون كان عم يدور؟ سلمى بابا روحي لعند أمك، روحي روحي يلا. شو هاد اللي عملتيه اليوم يا ست صبرية؟ شو ساويت؟ والله ما بدها هبلني. شلون بتساوي 40 متل هاد من غير ما تاخدي رأينا؟ ولك شو محسبة حالك انت بنته لوحدك؟ نحن ما لنا رأي؟ ضليت بنته لحالي طول ما هو مريض، ما كنت شوفكن إلا خطف مثل الضيوف أو الغربة. طول عمري مسؤولة عني لحالي مثل ما قلت انت يا راغب، ومن حقي هلأ كون بنته لوحدي بعد ما مات مثل ما كنت بنته لوحدي يوم ما كان عايش. ما في فايدة من الحكي معك، سكوت أحسن. من حقي أعرف منين جبت المصاري. ما تخاف، ما رح أكلفك شي. ولك شو جاي تحكي علينا؟ ردي على سؤالي مثل العالم والناس، منين جبت مصاري؟ بحب فهمك يا راغب إنه عياطك هاد ما بيخوفني، وإذا كنت بدك تفهم عود وهدا لحتى فهمك. معلش راغب مشان شواربي عود. شوفي ليش هالعياط؟ ليش عم تعيطوا؟ شو شبك محمود يا راغب؟ اعدوا لو سمحتوا. شوفي يا صبرية. نعم صبرية، منين جبتي المصاري؟ بات السجادة. شو؟ بعتي السجادة؟ ايه باتا، باتا لواحد اجنبي اخده وسافر على بلده. حسبيني ما شلقت عليكم يوم ما مات ابي؟ قعدتوا تقيسوا طول السجادة وعرضها مشان كل واحدة منكم تاخدها على بيتها؟ ما حبيتكم تتخانقوا على شغلة بسيطة مثل هاي. باتا وارتحت. انا ما بيهمني السجادة تكون الي او لغيري، لكن تبيعيها هاي سرقة، سرقة وخيانة. سجادة ما لمثيل بسوريا كلياتها. خايفة عليها حبيبتي؟ لا تكوني ورثتيها عن أبوك خريستو. كلكن عارفانين إنه هاي سجادة أمي، هداها إياها أبوها يوم ما تجوزت، وقالتها قدامك ألف مرة هاي السجادة نقوت لصبرية لما تتجوز. بس أنتي ما تجوزتي حتى تاخديها. فرضي يا ستي إنه الليلة عرسي. طول عمري بحلم أعمل شغلي لحالي، أعزم الناس، احتفل، عيد حتى لو كانت مناسبة حزن، جاكر اللي جاكرني وأخذ حقي مرة واحدة بس. أنا بعت السجادة وأعلم بخيلكم ركبوه. شدي حلقكم ليه؟ حاجتك كلام فاضي بقى. من بكرة حاسبك، راح بيع البيت من بكرة الصبح، والسجادة راح أقسم حقها من حصتك. أنت اللي بدك تحاسبني؟ على إيش بدك تحاسبني يا مجرم؟ إذا كان في حساب بيناتنا فأنا اللي بدي حاسبك. قتلتي من يوم ما وعيت على الدنيا وهلا جاي تحاسبني وأنا ميتة؟ شبها أكيد جنيت. حرمتني من حقي بالحياة، قتلتني مرتين. أول مرة يوم ما ضليت تفتري علي لحتى طالعني أبي من المدرسة قبل ما أخذ الشهادة بسنة واحدة بس. تعرفوا ليش؟ لأنه كان فاشل وأنا كنت شاطرة. طول عمرك فاشل يا راغب ورح تبقى فاشل شو ما عملت. وتاني مرة بتعرف إمتى؟ لما قتلت عادل
حرمتني اتجوزه وحرمتني من احلى حلم بحياتي. حسبني ما عرفت؟ لا عرفت. عرفت انك سلطت عليه واحد سافل مثل حكايتك لحتى يقتله، لحتى حرم على حالي الجواز وأعيش طول عمري وحيدة عانس بهالبيت. حرقت قلبي عليه، قتلت عادل يا راغب، وجاي هلأ تحاسبني؟ حاسب حالك قبل ما تحاسب الناس. لا يا صبرية لا، لشو هالحكي هلأ؟ شو ضرورة هيك كلام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أكيد أنت زعلك على أبوكي خلاكي تحكي هيك حكي. اسكت أحسن لك أنت التاني. نعم؟ ليش لحتى أسكت أنا؟ ليش لحتى أسكت أنا؟ أنت آخر واحد بحق له يحكي، لأنه وجودك مثل عدمه. لو كنت وقفت جنبي من زمان بجوز كنت تقدر تساعدني، بس أنت أناني وجبان، ما بيهمك غير حالك مثل قلتك. لا يا صبرية أنت غلطانة، أنا طول عمري أنا بصفك. بعرف طول عمرك متعاطف معي، بس شو فايدة الحنية والتعاطف إذا كانوا لا بيقدموا لا بيأخروا؟ أنت يا أستاذ سلبي، إذا شفت واحد عم يحترق قدامك ما بتحاول تطفيه. لو كنت كملت تعليمي مثل حكايتك كنت أكيد رح أطلع أحسن منك وأحسن من هالتور الواقف قدامك ألف مرة. لك سبتي حلقكم ليه؟ وين بالك؟ راغب على مهلك، على مهلك. لك شو صار؟ شي؟ إيه نعم، كنت طلعت أحسن منكم وما كنت رح أحتاج تسكنوني بأوضة عند الجيران مثل ما ست الصون والعفاف شارت. رفقاتي كلهم يا سلمى صاروا موظفات ومعلمات ومديرات مدارس، إلا أنا قضيت عمري أخدم رجال مفلوج. أنا ماشي بس حسابي معك بعدين. صوفي خلص ما عاد فيه شي، روحوا أنتوا لبيتكم. أنا رأيي يا صبرية إنه نضل معك هون وما نتركك لوحدك. ما في داعي، روحوا أنتوا ماما، أنا حضل مع عمتي. لا يا سلمى ما بدي حدا ينام عندي، روحي انتي مع امك وابوكي وانا بدي ضل حالي، ما بدي حدا ولا بدي اشوف حدا. لا تتعبي حالك، روح ما رح روح، حتى لو قلعتيني ما رح روح، انا ما حدايقك، رح اطلع على اوضتي وسكر على حالي الباب. يلا يا كرم يلا يلا. خاطرك يا صبريه، تصبحي على خير. كلهم مشيوا وبقينا انا وياكي لحالنا. بدي احكي معك. خلص خلص ما رح احكي شيء، بس شو رايك نرتب البيت ولا نخليه نكركب هيك؟ شو رايك؟ روحي انت على اوضتك هلا واتركي كل شيء لبكره. صباح رباح. سلمى نعم عمتي. زعلتي مني؟ لا، بدي اطلب منك طلب وقعديني تحققيه. بوعدك دافع عن حبك إذا كنتي بتحبي صحيح، لا تتنازلي ولا تخضعي لحدا. ليش عم تقولي هيك هلأ؟ مو مهم تعرفي ليش عم بحكي هالكلام هلأ، مهم إنك تعيشي اللي أنا ما عشته، تعملي اللي أنا ما عملته، لا تتركي حدا يفرض عليك إرادته، لا تتركي حدا يغير طريق حياتك. حاربي يا سلمى حاربي، لا تستسلمي بنوب. عن جد أنا ماني فهماني سبب هالكلام. من زمان وقت كنت مثلك أو أصغر شوي حبيت مثل ما أنتي قلتيلي، بس اللي ما بتعرفيه إني تركت الناس يبعدوني عن اللي بحبه ويقتلوه. خفت من العادات ومن الأصول ومن التقاليد، خفت لأهلي ينصدموا مني. لا تكرري غلطتي يا سلمى، عيشي حياتك، عيشي حياتك مثل ما بدك مثل ما قلبك وعقلك بدلوكي.
حاضر. تصبحي على خير. راغب شدي حلقك. راغب ليش انت ما بتحبني؟ شو عملت لك؟ روحي من خلقتي مالي فاضي لك. ها طيب انا بعمري ما اذيتك، بالعكس بتمنى لك كل خير. ليش بضلك تضربني وتتخلق علي؟ مو انا اختك؟ بلا اختي. الهي ريحني منك على اهون سبب. البنت لازم تتغطى، مو هيك يا بي؟ خلصتي القهوة؟ ايه خلصتها، بس لا تكوني سويتيها مثل وشك. لا ما بكي شيء. وشو هاي؟ وردة. عارفان هذا الرابي؟ منين جبتيها؟ من جنينة. شو الحكي؟ بس بجنينتنا ما في هيك ورد. كويتي لي القميص ولا ايه؟ ايه كويته. واني قميص كويتي؟ الابيض. لك ما قلت لك بتكوي لي القميص الازرق؟ لك انت حمارة ما تفهمي ليش؟ حرام عليك، هذا ثالث قميص بكوي لك اياه وما عم ترضى تلبسه. شي حلو والله. تعال هون، بدك تلبسيني على كيفك ما؟ انقلعي لفوق كوي القميص الازرق بسرعه يلا. احصن معي معيامتك وخلي عظامك مكاحي. يا بي سامي ماله راجع. سامي التحق بالثوره. ابنك استشهد يا ابو راغب، مات موتة الابطال. لا اله الا الله. والشهيد عظيم والله. ظاهر جنابك عم تحكك. اشتقتي لقتلاتي ما هيك؟ لا تمد ايدك علي. ولك انا بمد ايدي امتى ما بدي وساعة ما بدي وليه؟ عم تسمعي؟ ومهما درستي وتعلمتي بتتمي بين ايدي مثل النملة. امتى ما بدي ما معسك. عم تسمعي؟ وين كنت يا كلبي؟ اقول لك وين كنت منك؟ وين كنت منك؟ وين كنت؟ اقول لك قسما عظما من اليوم ورايح طلع برات البيت ما في مدرسة ما في. خلاص صلي على النبي. ما في يا بي. انا شفتها بعيني ماشي مع هالابن الكلب ابن الخباز. لك ايمتى هالابن الحرام حيحل عنا؟ كاي بنت والبنات كلهم بيكذبوا. انا مو ممكن ارتاح ولا راح اشوف النوم بعيوني قبل ما اطمن بالي. روح روح الله يرضى عليك يا راغب وجيبها معك اوهام. من وين يا بي؟ لك بدها سؤال؟ انفوزي تضايق. روح جيبها خليها تكشف عليها اوهام. لا لا لا. ضربوكي ما هيك؟ الله يكسر ايديهم. لا تقولي هيك، لأنه الإيد اللي ضربتني هي نفس الإيد اللي ياما طبطبت علي وياما حضنتني. أبوكي؟ معقول؟ تقاليده والعادات اللي تربى علي، العيب والحرام هن اللي ضربوني مو إيدي. مصيبة مصيبة كبيرة يا ست صبرية، وصابت حارتنا. الحارة قايمة وقاعدة اليوم عن صلاة الصبح. لو عادل ابن الخباز مقتول. الليرة الذهب سبب كل البلاوي. تتذكر يوم ما عطيتين المكتوب للمرحوم عادل؟ شمس البيت غابت يا بنتي، وفي الشتوية قدامنا راح تكون باردة وطويلة. البيت فضي وعتم. سبب انه قلبي مات، واللي بيموت ما بيرجع للحياة. أنا متت يا نرمين من يوم ما قتلوا لي عادل. قتلوا أحلامي وحياتي. آخر زهرات الربيع اشتقت لك. Thank you.
صبري. اشتقت لك، اشتقت لك كثير. يا ترى اشتقت لي مثل ما اشتقت لك؟ تعبت، تعبت، تعبت كثير قد ما استنيتك. ما رح تستنى بقى يا عادل، أنا جاي لعندك.